الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأنا أحكم حكم مر الله بالهدن بينهم إيه بحرير إيه الكتاب إذا مدك يعيد البعير الكتاب توقل إياه بما شيء حكم أنزل الله إله سودك كحكم مر الله بالهدن لقوع اليين أرمد سيد الله أتكيني ولا تتبع حراعي أهواءهم كوا دتك أه أم أهل الكتاب ونفتير بحج أشعي هراعي مر الله بعد مر جميل الله عليه الصلاة والسلام كل كورا بخاشة نفحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم والوسع لي تنك الوحى لي ولا تتبع أهواءهم واحذرهم كدك تولي دتك أن يفتنوك إلى كفتنا إياه أن بعد ما أنزل الله إليك إلى وحك وسو دجي قارتي إن كافت نيان بل إربد كذن هاته إن كافت نيان قال لي حيان كذب تونو إش كده في كل بين قال لي حيان وحي لا يكون سود جي وحكا متع إربد كذن هاته إن كافت نيان قال لي حيان إش كجر بل يرمي محمد إش كده في كل بين إش كإن قال لي حيان نبي قصة صلى الله عليه الصلاة والسلام أنا قال من نبي ذا كلك فإن تولي هدئي جيستان أو حكم كاغا إكي جيستان وتواصل وكجيستان فعلم أغوي نبي محمد أن ما يريد الله إله وحبين لهم أن يصيبهم إن يوغى أصيبه كوا جيستي ببعد ذنوبهم ذنوب في دقار كائن وكوا أصيب يوضون التولي والإعراض جيس الشيطان ذنوب إله بدون أي ذنوب في دقار كائن وجيس الشيطان إن إله كعقاب وضون في الدنيا وفي الآخرة ذنوب أي سمين يان قارك إن كوا أصيب يوضون يوحي كو قوام هجيس شوانا يعني معناها هذيك جيستين أو معناها أو كا جيستان فرط منك بك قلع عن كل بدي ذنوب في الله قرم لكن إنك أيد الحسيبة مركي كجيستان حكمك وحد إغاة إلهي بادون الكواس إنه وأصيبة ذنوب تأي سميستان يميل إطال قاركات إنه كأصيبة ذنوب تأي قاركات إنه كأقوبيه أو حكم كأيك تجينا حكم كنا التولي أو جسيسة حكم رأي كجسيسنا تولي جاش مركز كجسيسان استقرار هلا ما جاء أمان في هلا ما ينقدم مركزه كلا حقت في هلا ما جاء آخرنا يقول أخرى أيضا بيس وإن كثيرا إن بدل ومن الناس ذاك كمدأ لفاسقين قوي فاسقين هو حكم كإلهي كبحيوي وأنا أحكم حكم بينهم إيه بحرير إيه الكتاب إذا مدك يعيد البعير الكتاب توقل إياه بما شيء حكم أنزل الله إله سودك كحكم مرة بعد اللي قوع اليين أرم دسل الله أتكيني ولا تتبع حراعي أهواءهم كوا دتك أه أم إيه الكتاب ونفتير بحج أشعي حراعي مرة بعد بمر جميل الله عليه الصلاة والسلام واحذرهم كذب تولي دتك أن يفتنوك إن كفتنا إياه أن بعد ما أنزل الله إليك إلى وحك وسودجي قارتي إن كافتنا إياه بل إربد كذنها آياته إن كافتنا إياه قال لي حيان كذب تونو إش كده في كل بينا قال لي حيان كلك فإن تولي هدئي جيستان أو حكم كاغا إكي جيستان أو تواصل إكي جيستان فعلم أغوي نبي محمد أن ما يريد الله إله وحبين لهم أن يصيبهم إن يوغى أصيبه كوا جيستي ببعد ذنوبهم ذنوب في دقار كائن وكوا أصيب يوضونه وإن كثيرا إن بدل ومن الناس ذاك كمدأ لفاسقين قوي فاسقين هو حكم في إلهي كبحيوي ذاك بدل كيسة حكم في إلهي أمه قائن سنة نبي محمد في كل كورب عن كتب شاغني يا إنك الله بنديشي وإن كثيرا من المكتة لمشرفون من قريب أن أنكوش عليهم كل كوحوي عيد برسي بل إلهي من شبه هذا إذن كفيري كل كإلهي عقوقة مي أفحكم الجاهلية يبغون يبغون من وحي فاذن يا حكم الجاهلية حكم الملة الجاهلية جاهلية دين تيري حكم الملة من الذي حكم كاي الجاهلية أي جاهلية اللي مسلمين أم حكم الأمة الجاهلية أمة الجاهلية
أما ملد الجاهلية حكم كيدا ميكا دين الله وامح الجاهلية حكم كيدا وحوي ووحن الله سود الدين وحلو حكم حيرها وحن الله سود الدين وإذن وحوي من الجاهلية والإله باسيها حكمي ما جاهلية حكم كيدا دين الله هذا حكم في إله كتبتها وحد ودوى جاهلية حكم كيدا والمكاسر ربان بردتك أف حكم الجاهلية أف حكم الملة الجاهلية الملة الجاهلية حكم كيدا يبغون إرشادنا مكاتب ربان هذا كان ربان واحد الوجين ومن كما أحسن ونادبر من الله إله حد يسكي ونادبر حكم الحكم حكم والإله إياه حكم كي ونادبر محير كذا كي ونادبر من نفت أرجح ربطا كي ونادبر معاذة كي ونادبر محير بني آدم دجيا كي ونادبر بل واحد سوى شيرتا واحد إله حكم ونادسن سوى شير يعني سيري أنك أهلها محجر يأمك اللقاء ليسلوله وما لم يكن ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وما لم يكن ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وما لم يكن ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون تشدها معها فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وأفر هذا نقول أنا أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم يحذرهم أن يفتنوك وشم مركب الله وحلي أفحكم الجاهلية يبغيه انت سؤال بل كسر بالله أروق وما تي أخر يوم وطلع عليهم من بابني آدم كسر بالله إله هل كان كسر قارئ أدرى نور غصور كبرى مدير أما عدال ودي ودين كبر أما عدال أرى عليه لكن قرقي يدلي كبير مجد هذا العدل وده بيش تكبر كسر ما أتي سحوق من في دين ذو كمدية سورة النساء عن كسر مرة فلا وربك لا يؤمنون مرمون وان إلهي حتى يحكموك فيما شجر بينه وحي يقبح ويبع جاره حاكم كاذب اكتاب هذه حاكم كاذب ويوان بغل فلا يعدك به مؤمنين معه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ولب هذا المركي كتاب يقول وعدت حكم كاذب حكم كذب حكم كاذب ايه من عرير قلب غير كهل هذه عرير قلب غير خجر وان فعلك ايه مؤمنين معه بلو ويسلموا تسليما من الان نبدل يا ايران بس هالقاتي يقول انت وين نبدل يا هذا اللي بتجيبه يعني مو من ما هذا اللي يقوله هاي ده معناه قال لك إله إبال هرت ولا لي هرت واسدة هذا أنا أنا قاعد هو ركوس عني إيه هذي أن دين تاني لا ينقر يبرم من حساب هذا ركوس عني فاتح وعك يا أيها الذين آمنوا حد بحد وحلا الله الله يا مؤمنين هاي ده هو ربعي عين كل يحكم كسر أسرة صاري أو أنا قاعد نقول بالله به سدى سؤال حق يعني أجدين جري كلنا اللهم أقولين بني آدم كينه أسق أسقكمه أما شرعي أسق عن إلهي سود جين أنا أسقكم عبده كل باللهم اللهم أقولين حد وحال الله الله يمركي حق تاريخ رسول الله وصورهم إلى النبي جن اللي قصوا جار عليه الصلاة والسلام مؤمنين ترى الله الضيع يا أيها الذين آمنوا كوا إلى النبي قصروا مايو لا تتخذوها سميسنين اليهود يهود والنصارى إيه النصارى أولياء أوليها كسميسنين واد أركيسان إن يقلوا عنجي وقد أركيسان دين إنا ينهي سنة وقد أركيسان إلهي سدو أو أقرتي إنو أدونك كم معمول إنا كسور جيدا كل كوبا سدها سؤالك لأهبين إيه مالين كد دالة إنا دينك إذن كل عشان كواس أوليها كسم عسنة أولي ذا محلو جيدا وحوي إنا قفكي أتكدك تتحب أقال هو معمول كاغ دين إيه معمول كاغ دولي نمو ذا أتكدر التلد عدو حكي قلسي oo ku tiirsanaatid oo rayo aad ka qaadatid oo qalbigaaga saafi aad u noqoto waxa la wixii diintaad arinteeda ama maamulkaaga arintiisa aad ii ku tiirsitid oo kaalmaysid taas iska jira liir maxaa yeelay qallaac aan bay idinku sameeynaa muamala adduunka dhex mari karta inaad wax kala garataa inaad sida adduunka loo wado inaad maanta markiisa waxyaalaha la gaaray sancad iyo waxa la kala faa'iideysto waa meel laakiin inta in ka badan إن هذا هذه معمولك إسلامك معمولك دولة إسلامك إياه أكال ما يسنايا إياه أكال كده جنايا أرمه إياه كده شنايا إز جيج إشرف تيدا إدلبا إياه أن كاشنا لا تشنايا إلهي ما أقوله وقد أركي سامبل سدي أقول عيني وسوء قاتن إن الميل لا يتعين جي كل كواس أكال حق سميتني أولية محايا لي بعضهم يهود ينصارى قاركوت أولياء بعض بعض كلا قولي رسول إيه قارو قارس كارو إيه أصهيري يهود قارهام بسوهي لسا نصارى نقارهام بسوهي لسا
labadooda markii islaamka loo fiiriyeyna way isu heeliyaan bacdum owliyaa u bacda ilaahay waa noo sheegay wixii jiro waxa weeye labada eygu gaar ahaan mid walba waa goonidiisa mid walba wuxuu haystaa diin goonidiisa iyaga isu heeliyo isu kaalmaysta ku socda markii la fiiriyey idinku laidin fiiriyeyna inta iskaalmaystaan iyagu iyo idinku idinla coliyey oo idin cadaaweysanaya kolka xaalkoodu waa sidaa maadaama ay sidaa tahay oo iyagu bacdum owliyaa u bacdan ay yihiin idinkuna cadaawinima idinka dhexe yacni cadaawinimo wax kale aan idin hayna cadaawaha ha kaalmaysanayna sirtaada ha u sheegan xogtaada ha ku tiirsanayn qof ha ku tiirsataa iyana dad aa ku tiirsata iyana noqonay bacduhum iyagu qaarkood owliyaa u bacdi bacdaga kale owliyadiisa wey yahuudda qaarba qaarba uyawey owliya nasaaro saas oo kale wey haddana labadooda islaamka hadda marka la fiiriyo iyagaa isu fiiriyo waman qofkii yatawalla weli ka dhigta hum kuwa yahuudi iyo nasaarada ah weli ka dhigtaa oo iyagu ku tiirsada oo iyagu kaalmaysta wixii maamulka ku saabsan fa innahu qofkaasi minhum iyagoo ka mid yahay iyagoo ku diin yahay adduunka aakharana meeshay tagaan buu la aaday iyagoo ka mid yahay waa hadal cadwi waman qofkii yatawallahum iyagu weli ka dhigta waa sida munaafiqiinta ay samaynayaan oo kale wey fa innahu qofkaasi minhum iyagoo ka mid yahay ina allaha ilaahay laa yuhadii ma hanuuniyo adaalimiina kuwa daalimiinta ah oo naftoodu dulmiyo xaqa dulmiyeen jidkii toosna ilaahay kuma hanuuniyo kolka waxaanad weli ugu dhiganaynin labahasii ood iyo ayda noo sheegtay horta haddaad kuwaas weli ka dhagatid ogow inaad iyagu la mid tahay isku diin baa tii aakharana isku meel baad aadaysaa tan kale haddaad weli ka dhagatid waxaad ogaataa iyagu waa daalimi daalimna ilaahay xaqa kuma hanuuniyo qalloo casmooyaan kol haddiiba isagoo arkaya xaqii dulminaya ilaahay kuwaas ma hanuuniyo ma gacan qabto jidkii toosna ilaahay kuma soo rido kolka taasaad noqonaysaan badi kolka iska dhaafi iska jira ilaahay waa noo sheeg waxba nagama qarin fataraa waad arki nabi maxamedow alladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun cudur ku sugnaa munaafiqnimo iyo shaki iyo diinta oo lagu dhibicsanaaday iyo kuwa quluubtooda ay ku sugan yihiin waad arkaysaa yusaaricuuna iyaga oo degdegaya fiihim yahuud ay nasaar dhexdooda ku degdegay kuwaasay u degdegayaanoo iyagay la tashadaa iyagay ku tiirsan yihiin iyagay arrinta ka dhexaysa iyagoo ku degdegay arkaysaa islaamnimana way sheeganayaan salaadii way idinla tukanayaan waad moodaysaa inay toosan yihiin laakiin haddana waxaad arkaysaa inay nimankaas yahuud iyo nasaarada ku degdegayaan oo halkaasi ka ra'yi qaadanayaan baad arkaysaa way ku tiirsan yihiin maxaana u doonayay inay saa sameeyaan maadaama islaamkii ay ku dhawaaqeen ee cibaadadiisa ay gudanayaan maxaa u doonaya inay saa sameeyaan yaquuluuna waxay yidhaahdaan sir ahaan waxay ku yidhaahdaan bannaanka ma soo dhigayaan nakshaa waxaan ka baqaynaa an tusiibanaa inay nasiibto daa'iratu musiibo wareegaysa inay nasiibto musiibooyinku way wareegaan oo kolba dal bay ku dhacaan kolba meel bay ku dhacaan kolka musiibadaa wareegaysa inay kol nagu dhacdaan ka baqaynaa kolkaan meelaan u cayrsano oo meelaan u baxsano inaan weyno sidaa daraaddeed gacan baan ku yeelanaynaa xiriir baan la yeelanaynaa oo berilow hadday wax dhacaan sa maanta ma arkaysaa iyagu aan ugu baxsano oo iyaga maanta ma arkaysaa ay noo gacan qabtaan sidaa daraaddeed yaan ugu xiriiraynaa bay leeyihi yacni waxa weeye musiibooyinka wareegaya oo gooray imaanaya in aan la garanayn adduunkan sida u socdo lagara ilaahin baa yaqaan kolka maadaama taas oo kale ay jirto kolku waa beri markay wax dhacaan haddii iminka xiriir wanaagsan aan la samaysano beri waan u ceyrsanaynaa iyo beri gacmayna qabanay lakiin haddaan goyno iminka beri markay wax dhacaan gacanna siin maayaa sidaas bay yidhaahdaan kolka taas ilaahay waa ka jawaabay kuwa sidaa leh fa casa allaahu ilaahay waxuu mudan yahay an ya'tiya inuu la yimaado bilfatxi furid in la furo oo maanta ma arkaysa muslimiinta kufaarta bilaadoodu ay furtaan oo cizi yeeshaan maki iyo meelihii kale oo idilba inay wada furtaan iyay mudan yihiin oo islaamkii cizi yeesho gaaladeen ay daciifto oo amase amrin amar ilaahay inuu la yimaado yaa mudan min cindii agtiisa oo kula yimaado amarkaasoo ah in munaafiqiinta sirtooda bannaanka lasoo dhigo oo xaqiiqdooda la ogaado inayna muslim ahayn ee muslimiinta ay khiyaamaynayaan la ogaado
oo kulka talaabooyin laga qaado taas aad dhacayso kulku waxa weey ninki ilaahay ku kalsoon ilaahay maamulkiisa baa inuu ku kalsoonaada oo sidaas isaga oo ilaahay leeyahay saasa mudan inuu ilaahay la iimaanay maadaama aad toosantiin taas inta ku kalsoonaado waa inuu iska toosanaado jidkaas hadii musiibo dhacdan ilaahay ba farj furay inta musiibada ay sheegayaan muslimiintu waa la jirin doonaa muslimiintu waa la diiri doonaa ay leeyihiin ilaahay baa cizzi laga raadiyaa koka ilaahay inuu fatax lii maada dhici karayso iyo inuu iyagu sirta war banaanka la soo dhigo koka talaabo laga qaado oo kolka markii saas ay noqoto fatxiga yimaado ama sirta war banaanka usoo baxdo talaabo laga qaado fayusbixuu kolka ay ahaadaan munaafiqiintii naadimiina kuwii qoromole ahaadaan calaamaa shakorkii ku qoromood asaruu ay siraysteen fii anfusihim nafafyaalkood ay ku siraysteen hoos u yidhaahdeen oo ah naqsha an tusiibana daa'iratun taasuwi taasi sir ahaan bay u yidhaahdeen hadalkaas inay ka qoromoodaan maxaa idiin geynayay hadalkaas maxaa hadalkaas adina ku qabshaan maxaa idinka yacni idinku bixiyey inay is yidhaahdaan wixiiga banaanka usoo baxayo kolkaasi qoromoonaya waxaalkooda la ogaa muslimiinta lib hele balaayadii ka cabsanaya ilaahay waa ka badbaadiyay muslimiinta markaasay qoromoonayaan markay qoromoodaanoo meesha banaanka ceebta ay banaanka usoo baxdo wayaquulu waxay odhanayaan alladiina kuwii aamanuu rumeeyey markaasi waxay odhanayaan ahaa-ulaa'i kuwani waa kuwii laboojiiriyaasha haawey ee munaafiqiinta ah ahaa-ulaa'i kuwani alladiina kuwii miya aqsamuu dhaarinayay billaahi ilaahay ku dhaarinayay jahda aymaanihim dhaaryaalkood inta ay taag leeyihiin ku dhaarinayay innahum iyagu la macakum idinka muminiinta inay idinla jiraan ku dhaaranay ma kuwaanay ahaayeen wey kuwaan fadeexadoobay oo dhinac kale u socday ee foolxumadu soo baxday ma kuwaanay ahaayeen suukihii ku dhaaranayay maashaley inay inaga nala jiraan muslimiin ay yihiin salaadii safka hore ka galayay ee maanta saas oo kale ahaa misaasay ku soo baxeen foolxumadaas inay yidhaahdaan ama wayaquula nuwa la yidhahda kolka waxa weye an yaatiya bilfatxi oo amri min cindihi oo wayaquula inay yidhaahdaan kolka wayaquulu waxay yidhaahdaa tiraahdeen waa iska istinaaf wey waad ku cadfay jumla mustanaf oo jumlada hore ku cadfun wey qul waa istinaaf laakiin xagga macnaha isku meel bay u socdaan cadfiga saasaan u jeeda wayaquulu aladiina aamanuu waxay odhanayaan kuwii muminiinta ah markay kuwaas fareexadooda banaanka usoo baxdo oo muslimiintii ay guulaystaan oo lib helaan ahaa-ulaa'i kuwani alladiina kuwii miya aqsamuu dhaarinay billaahi ilaahay ku dhaarinay jahda iimaanin dhaaryaalkood intay taag leeyihin ay dhaarinayeen innahum iyagu la macakum inuu idinku idinla jiraa hadaatay muminiintii xabidat way burtay acmaaluhum acmaashood way burtay fa asbaxuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwii khasaaray adduunyii aakhare adduunkuna dee fareexad iyo waxaasa u dambeynaya ilan labuujiibyaal waa fareexadoobaay aakharan cuquuba u dambeyso yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay nabigiis rumeeyow man qofkii yartadda riduubo ilaahay ha naga nabadgeliyo oo diintiisa ka noqdo oo minkum idinku idinka mid ah can diini diinkiisa ka ridoobo diinka islaamka ka noqdaay oo kufrinimadii u noqdaay fasoofa mar damba yuu yaati illaahu ilaahay la imaanaya biqowmin qowm oo la imaanaya qowmkoo yuxibuhum ilaahay iigu oo jecel yahay wayuxibuunahu ilaahay iguna jecel yihiin kuwaasoo adillatin u dulleysanoo u jiljilicsan calaa almu'miniina mu'miniinta korkood u jiljilicsan hadduu mu'min yahay iska dhaafo inuu la dagaalamo inuu dhiiggiisa daadsee maadaama mu'min yahay oo laa ilaha illa muxamed rasuulullaahi uu leeyahay waa u jiljilicsan yahay wuxuu rabaa inuu wuxuu jeclaya inuu adeego wuxuu jeclaya inuu kabaha u qaado wuxuu jeclaya inuu anfaco saasuu jecelyahay kuwa jecel wey acizatin ku ad adag cala alkaafiriina kaafiriintana ku ad adag kaafirina lama tusi karo wuu ku ad adag yahay wuu ku qallafsan yahay mucaamalo adduun way dhex mari kartaa laakiin sida kale waa ku qallafsan yahay kuwa sidaas oo kale ah inuu ilaahay la yimaado iyo ilaahay kuwaas oo kale u la imaan doona macnaha ninka diintiisa ku noqda isagaa waxaas yeelimahay looma baahno wey ilaahay wuxuu helayaa dad isaga ka raalli ahoo jecel isagana ma aragtay oo isaguna oo jecel yahay iyaguna ay jecel yihiin oo ilaahayna iyagu raalli ka yahay iyaguna rabbigood raalli ka ah oo mu'miniinta wixii ilaahay bixireer lila ilaahay dartii bay u jecel yihiin wax alle wixii ilaahay la ilaha muxamed rasuulullah leh way jecel yihiinoo jecaalka ilaahay ay jecel yihiin darteed ee ninkan ay u jecel yihiin
كاكله قال كأنا وحي أني عبني إلهي بكوات كسهر جيدا كل قرنت أدل بحق إلهي بكأن بقاضية ربي بيجعليهم إيجي ربي بيجعل كدحايا كل هذا جعل كدحايا جعل كسوعك أبوريا وحي ربي حرير للهن إني حريريا وحي ربي كقوستني إني جويا كواسو الجاهدون جهادة في سبيل الله إلهي جدك سكو جهاد كواسو إلهي الإيمان دون كو يحبونه إلهي يحبهم إلهي وجعليه إيغو جعليه ويحبونه إيغن إلهي جعليه وأذلة جلجلسنا على المؤمنين مؤمنين تخركات أجلجلس أعزة قوات أدق على الكافرين كافرين تخركات قوات أدق كواسو الجاهدون جهاد في سبيل الله إلهي جدك سكو جهاد وحي وحي هايستان وحي أبود ليهن كو جهاد ولا يخافون عن العبسنين لو ما تلائم كل واحد يأديس عن كعبسنين والذين كأذين يا هذا الدين تاس أجداد هذا جدك توصل كأتقص عتان هذه حق أتشهتان والذين كأذين والذين كما أنت مركز والذين قوين يا وحبال الذين كسمين يا وحاسو إذا الكبق ما يا ما دم جدك إلهي أحيا ولا يخافون عن كبقين لو ما تلائم كأذين يأديس وجيريو أديس عن كبقين أديس دنك ملعب تن كملها جد كاسبها يا ما دم إليه رديت يا أشتر معك مقر ذلك قال صوشي وامت المامهاس إن إله يوجد عليها يبن أجعليه وامت إن المؤمنين تقول جل عسينيين قال إن يكون أدرك بهين وامت يقول إله جد كي سكو جهادي وامت قال يقول وحي كبقى يا أنجرين كبرا قعي سمينيان قفكو أيدي يا أديس وح الله وحي كسو قالي أم إيكا تريس أنجرين المامة عينك تأوي أفرتات المامور كولة فضل الله إلهي فضل جسوي إلهي فضل جسال لقاهلة قفك سوى مهلكة قفك إنت لقاهلة وقت أركت وقف إلهي فضل سيوي ما أستقسك ما سمعتنكر إلهي إنك أدورتي يا المامة تلقاهلة المامة هاش إلهي إنك أدورتي فضل أوسيبا هيلكرة إلهي قواتها نقدر ما هي معها إنك سبع اسمها لي يتيه إلهي فضل جسوسيا من يشاء قفك أو دونوسيا والله إلهي واسع كفضل جيس أو واسع يهي عليما يؤك فضل جيس قفك إلا سي استاهلة يقفك الاستاهلين وكال أبيان قلك إلهي سبحانه وتعالى أسقر بحي فضل جيس أوكال إنما وليكم ولي أمر كينا الله إلهي أمي ولقين وإلهي قد قتر ستا قد كالما ستا وإلهي أمي إيوه والرسول رسول كيس نبي محمد أها عليه الصلاة والسلام إيه والذين آمنوا يكونوا مؤمنين تأول وحاولي إذين أه يهود إيه نصاري إيه قال إيه ما أحداتين مؤمنين وحاولي إذين أهد كالمي سنكرتان وقتير سنكرتان إلهي إيه رسولك أصدر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إيه كوي إلهي رسول رمي كواس بأ إذين كفلين كواس بأ الولا شنه الذين مؤمنين يقيمون أوغه الصلاة صلاة أوغه وسيدي شرعه وشاري أتكذا ويؤتونها سيئة الزكاة الزكاة سيئة والحال هم يغنى راكعون أي خاشعون متواضعون يبقى خاشعين أهو إلهي أتواضع عيه صلاة أوغه زكاة نسيئة مؤمنين تاسي وأتكتر سليسا محوي ومؤمنين تصلاة أوغه زكاة نسيئة يبقى إلهي أخشع سن وأتواضع سن وقال سن إلهي أهو قال سنهين تواضع إلهي وتواضع سنهين إيه صلاة أبتا إيه ذكر أبحيان هو عينك سؤال يا مؤمنين تلشاغي هو أفك مؤمنين مكرنا أي لا دمع هو منافقين نموت أسؤال إيه كجر كل الركوع وحلو جيدا خشوع تواضع يا لو جيدا وهم راكعون حدي أتي له ركوع قمنا أو صلاة أولين معناه كل حين غنيسة بيؤتون الزكاة يكسوا أفتنتها بمعنى ويؤتون الزكاة الزكية سيام وهم راكعون أيغو الركوع سنة تكوني اسكت لها في المرك كلي ميلها سعودا أيغو الركوع كجر صلاة كجر أي زكاة بحياة صدقات أي زكاة بحياة معنى واحد يرتقى الروايات الورية سيدنا علي رضي الله عنه يأسوه تكون مسكين ويمت مسكين بوحور صديقه كان مسكين كي بوقع عنده تاقو وحبوسي اسكت صلاة كجر يعني حتى أيغو صلاة كجر هذه وحل ورتضوي بحياة معناها سنوى الغفة سراء لكن معناها هو رأي عيد مناسب كذلك في عينه وحوي مركي عبادة يجدون أيام خشوع يتواضع بأجين ما أها إني سيد منافقين تأكل أسوي يجدون أيام مؤمنين تلغو تهرسنة وقوة عينك تأكل أيام ومن قفك يتولى الله إلهي ولي كدكته
والرسول والرسول كسي ولي كدكته والذين كبي ولي كدكت آمنوا ربي رميي أو إيمانك أساك عنه رميي وفكي ولي كدكته فإن حزب الله إلى حزب جيسه هم إيه الغالبون قوة الرياء قوة صار رينا محايل الله بكتير سنين انت الدولان هاي راضي جيتك حرير مقوق لنا لكن هدي إله اللي قوة سمراء اللي قوتير سنات لبتوا الله لك ويعني ميلها كلاك الرادي نلوي يا أيها الذين آمنوا كوي إلى النبي جيسه رميي لا تتخذوها سميسنين الذين كوي اتخذوا سميستي دينكم دين كين كسميستي كزوا جيس جيس واللعبا عيار كسميستي كواسي حق السميسنين كواسي من الذين كوي كمدأ أوتوا الكتاب كتابك اللسي من قبلكم فرتين اللسي كمدأ كواسي حق السميسنين إيوا الكفار كفار تبقودهان كفار تبقودهان حق السميسنين أولياء أولياء ولي أمر حق السميسنين كو دين فينا كو عياري ودين في إسلام كو جهس جهسا وكو عيارا نبق وما هستان كل كفادارة يعني ما أنتم أركض ذاك هير كاتاغن ودينك إلهي سودجي وخلقه سودجي جاس جاس كلك عي عيار عيار كلك عون لبنمذي إي وحي لهيد بكرناته وعيار عيار كلك عي كو عين كسو أهل الكتاب كأ إيو كفارت بقود أهان كو سماء عين الكسمشة الأولية وحانت أقول سميسنين دينك إلهي إلهي سودجي بكو جاس جاسي دينك إلهي سود جيب عيار عيار بكتابة كو عياريا ويدوريا وحبي كشاك شاقيا كو دباتداس إجيسينيا كو عينك سوكا لا ما إيه أولي لك سميستميا محايا لدي نبدئين الويناي إلهي إلهي كو تفضلين ما أقول في كسهر جيدا قولك كواس مدعي كرت إنا قلبي غاق نظيف أهار إنا قلبي غاق رعسان هارو هدو إيمان كو جيب دينك إلهي سود جيب يين أقوله جاس جاس إيو واحد بيتي إيو عيار عيار بكذا كوا سداس أكلا عد أبت هذا ركيز كوا سئن وقلب ذاق الرياق قد كتير ستيد أو ولي أمر عد كذا جتيد قد ولا تشتان ما بدي أكرتم قرد هذا عد من الهيد إيه قال محيي لي بل قف كي سمي سنة فير إلهي سئو قفيا أو مسلمين سئو قفيا دين إلهي سئو قفيا فير كوا سأكل والكفار هذا تراذين وعوي كو الدين كينو هزو إيو اللعب كسمي سنة أو أهل الكتاب كأه إيو الكفار أه واتقوا الله إلهي كعبصد والعلنة المؤمنة وحصال لغودة واقية وحال اللي هاي كتاب كينا هاشت إذن كو اسكو كالسونا حقي من راعة حقمك إلهي حقي سيدين كسود جي هرقلي كواس اسكت لافة هداد إيمان كإذن كتنبيا يا أيها الذين آمنوا فصل لغودة لنا يسور دار إن كنتم مؤمنين حدا المؤمنين ربعيتين إيمانك أشياء نسي إنك النبيي والإله كعبصد وحوذين فريسامي وحوذين كنهيين كجوكسد وإذا ناديتم هدئة رواقدان إلى الصلاة صلاة دور رواقدان الأيضانتان اتخذوا وحي كسميستان ها صلاة داس أم بها أي المنادات الرواقدة رواقدان وحي كسميستان هزوبا جاس جاس إي واللعبة عيار مركز ميلا تكتن الله أكبر الله أكبر الليذيين وحويان رواقات أم صلاة أدو رواقات أم بحكة سميسنة يا جيس كيف يو عيار بك سميسنة كو عين كاس أه سذابات أغو سمي سذابات أولي أغو دين كرتام ذلك اتخاذك سميسك أس أو صلاة داس يا رواقات لو رواقي أي هزوء والعبا أي كسميسنة يا سميسك أسي ثابت وشي سقناري بأنهم بسبب أنهم كو أهل الكتاب كي كفارت أه قوم قوم إن إيجين سببتين قومك أو لا يعقلون عن عقل الله انت يدونا أدونك هكوهر مرة انت يدونا وحي دونا هسمعي ما دام هيرك أي قاسي سنجين صلاة إله اللو تكني إي رواقي لو رواقي أي كسمعي سنيان هزويا والعبا أي كسمعي سنيان عقل ما بله إله إليه عقل ما لها عقل وإن دنت هذا قرته عقل وإن حق كو قرته عقل وحي وناس وإن قوها مونيني ما دام هيرك أي مريان عقل ما لها كل كوكو عين كاس أو كلا إن أتكسم أي شتان أولياء وفرحهم إلى إله إليه والله سبحانه وتعالى عليه.